نعمه اظفاري. كان عندي الحب للظهور. يا سلام. اي اول ما بديت كنت مع 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 اللي ماشي، مع السوق مع السوق اللي ماشي، كان على ايام حق اليوتيوب والجيمرز وما جيمرز. فالوحيد اللي امن فيني ابوي. قلت له يبا ابي قطعه تصوير سعره تقريبا 1000 ريال. قلت له ابي وان شاء الله بصور وبمنتج وبطلع فلوس. امن فيني والله ابن هذا. هو يجيب لي ولعل ما عاد. لعل ما عاد. لعل راحت الالف. اي والله. تبشر بلع وطاولك اصبر. اي والله. كبرنا والله احنا، انا من مواليد الكويت طول الله عمرك. ما شاء الله. الين 15 سنه تقريبا وسكننا حفر الباطن. فهذه يمكن على الايام هذيك الكويت كانوا شوي مهتمين بالانجليزي عن المملكه. لان هنا على ايام اول كانوا يبدون من سادس ابتدائي يبدون يعلمون الانجليزي. فرب لك الحمد نمت معاي اللغه وصقلتها الى بشكل جيد يعني الحمد لله. يعني يعني من بداياتك كان الابتعاث ما كان طموح الله. ما كان من البدايات ما كان طموح. ما كان طموح. كان اعلام. كان انا اعلام الى يومك هذا. ايه؟ انا حتى معلم شايبي قلت له انا ترى شهادتي راح احطها على جنب، انا رجال طريق الاعلام. يعني بداياتك وطموحك الاولي اعلام. صحيح صحيح. والابتعاث جاء. ابتعاث جاء بعد الحمد لله توفيق من الله. يسلم. انا الى تقريبا ثالث ثانوي لما خلصت الثانوي انا كنت ناوي اكمل دراسه بس لسوء الحظ يعني والدي انا كان هو المعيل الوحيد للعائله فاضطريت شوي اني اترك الدراسه شوي وتوظفت يا رب لك الحمد. وهل اقول لك اللغه شوي ساعدتني بالوظيفه. توظفت لي وظيفه سنه بشركه كبيره في الكويت ولا في لا السعوديه؟ لا لا بالسعوديه. يا سلام. اي والله توظفت بشركه كبيره يا رب لك الحمد قدر الله اني اقعد فيها 3 سنوات وقدم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسار التميز وقدمت بعد 3 شهور تقريبا ويجيني القبول. ما شاء الله. اي والله. فالله حق صار انحطيت بين النارين لان الزمن هذا وظيفه اللي ما جوده بيدين ورجلين صحيح. يا الله يستر عليه واذا ما كان عنده له بديل لا يتركه. واللي ما عنده طموح ما حد صحيح والله انك صادق. لكن انا اقول أنا اللي عنده طموح وماسك له وظيفته زينه ولا عنده مصدر دخل ثاني يقعد بوظيفته وشواله. يا سلام. انا الله حقي لو ما جاني ابتعاث كان قاعد بوظيفتي ليومك هذا. يا سلام. لكن يا رب فتحها علي جاني ابتعاث تواصلت مع الاداره هل من الممكن اني اوقف يعني تعطوني اجازه من غير مرتب الى يعني من هالكلام قال والله ما يصلح يا سالم اقصى مده نقدر نعطيك اياها سنه وانا دراستي 4 سنوات. اي والله توجهت تاريخ 9/9/21 الى المملكه المتحده بريطانيا. يا سلام. اي والله بتخصص نظم المعلومات الجغرافيه. خلصت السنه التحضيريه وبلشت بالسنه الاولى ومستمر ان شاء الله. ما شاء الله تبارك. أيوة. يعني الان يعني بعد كورونا صح؟ اي بعد كورونا. بعد كورونا. بعد كورونا انتقلت هناك في برنامج يعني تبع برنامج خادم الحرمين الشريفين. تبع برنامج خادم الحرمين الشريفين الابتعاث الخارجي. يعني اللهم لك الحمد ان في دوله ترعى العلم واهل العلم. صحيح. يعني المفروض الله سبحانه وتعالى برامج متعدده خارجيه وداخليه. صحيح. ترعى الموهوبين والمتميزين وكذلك الطلاب بجميع فئاتهم يعني. نعم. الله رزقنا بنعمه اسمها السعوديه. احنا من فضل الله سبحانه وتعالى احنا قبل يمكن اسبوع او اسبوعين استضفنا في برنامجنا طلاب شاركوا على مستوى العالم في بنما في مسابقه الروبوت. ما شاء الله. فواحد من الطلاب